بيتك قلبي. تاني يا مجدي قلبي وجع في قلبك، وانا اللي كنت فاكره انك جاي عشاني. اداري جيوبك فجت وجاي تملاهم. ما تصدق يا بنت هتفتحينا. اسبوع ما اعرفش عنك حاجه، واول ما تيجي تجري على الدولاب غصب عني. حبيبي وقع في مشكله. وجدي محتاج 5000 جنيه. انت ايه راجل بيجري في حروقك ايه؟ لمون متلج يا بنت. فين يا بنت هتفتحينا؟ مفيش فلوس يا مجدي يا عويل. والنسوان اللي بتسرحيهم على البيوت ايه؟ وانا بسرحهم في البطال. الله اعلم. انجزي بقى وخلصي وهدي ال 5000 جنيه. الناس مستنياني بره، شغل انا هتعدي. قلب وفصاده بيعجن القشطه برجليه، قال كان هيبان على عرقيبه. عرقيبه؟ ابوكو البوشتي. قلبي قلبي كان وجع في قلبك. صباح الورد. صباح الفل والياسمين. سلام زمانه جاي؟ لا براحته خالص. ما تقلقش تاخدش بالك. انا متشكره قوي على الحاجات اللي بعتها لنا مجابر. دي حاجه بسيطه، مش قيمتك ولا قيمه جابر. خزاعه. ايه اندالي. حمدي. حمدي مورين. تشرب ايه؟ لا اشرب ايه انا؟ وانت بخيله ولا ايه؟ انا قلت اكل كبده معاكي وكده. اخصى عليا هجيبها لك حالا، هعملها لك كمان بايديا. نورت المنطقه كلها يا استاذ نعيم، عليا النعمه نورتنا. هتروح في داهيه بقى يا اخي. ايه يا عم مالك؟ في ايه؟ مال اللي فيها برد بردان وعمال تتنطط من حته لحته. ما تطير بقى وتغور من وش اهلي يا اخي. اطير من وشك ازاي وانا واقف على مناخيرك؟ ازيك يا استاذ نعيم؟ ايه يا سلام؟ ايه الاخبار يا عبقري؟ والله كله تمام، بس عايز اتكلم معاك شويه كده. اول حاجه لازم نعملها في القضيه انك لازم تكون واثق في المحل بتاعك. أكيد أنا واثق فيك طبعا. ثانيا عايز أعرف كل حاجة بالتفصيل، أي حاجة هتخبيها هتكون مش في صالحنا. أنا عمري ما هخبي أي حاجة، ولو خبيت أي حاجة ما كنتش جيت لك من الأساس. تمام. أخوك شمس ليه علاقة بمصطفى؟ أخويا أنا اللي مربيه، مش ممكن يعمل أي حاجة أنا ما أعرفهاش. هو أنت شغلك في إيه؟ شغلنا في حاجات كتير، السياحة والخدمات السياحية، بس شغلنا كله كان في النور. طيب هو عموما أول حاجة لازم نعملها إن احنا لازم نزور شمس قبل تحقيق النعمة. أكيد. أي حاجة أقولها لك أنت هتحقق منها بنفسك عشان تعرف صدق كلامي. بس الأهم بقى القضية دي مش سهلة. خصومنا ناس تقيلة أتقل مما تتصور. ليهم علاقات في البلد وبره البلد، تكتلات عامله زي السرطانات بالظبط. فالقضيه ما هي سهله. لا ما تشغلش بالك. اتفضل. وجع في قلبك. مش قلت لك استنى شويه؟ غيروا الكلام بقى. اتفضل. اشكرك جدا، تسلم ايدك. جميلة بجد يعني. لا مش انت مش محتاج تخليني انا اصدق، لازم النيابة هي اللي تصدق. الظابط شهد انك كنت بره البيت ساعتها، وانت قلت في تحقيق النيابة انك كنت جوه البيت. هتشرحها ازاي دي؟ بعدين تقرير الأدلة الجنائية قرب يطلع، تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي قرب يطلع هو كمان. لو في حاجة متناقضة احنا نوقف مشكلة كبيرة ومش هنعرف نحلها. كلم يا شمس. لو في أي حاجة مخبيها قولها لسلام. أي حاجة. كلم. أنت.
انا خرجت بعد ما ضرب النار ما وقف. البوليس ما يجي كمل وبعدين؟ بعد ضرب النار ما خلص انا خرجت من البيت، لقيت واحد ملسم جاي عليا وبيهددني بالسلاح في دماغي، كان بيسالني اذا كان في حد جوه ولا لا، وانا كنت خايف فقلت له انا كان في جماعه يعني من اللي بيشتغلوا معايا جوه في البيت. انت كان في حد في البيت جوه اصلا؟ ما كانش في حد، بس انا كنت خايف ما كنتش عارف اقول له ايه. لو كنت قلت له ان انا لوحدي كان ممكن يقتلني زي ما قتل بقيه الناس. وبعدين كمل ايه اللي حصل؟ في وسط ما هو بيهددني ظهر واحد بدوي من ناحيه بيت مصطفى وهو بيبص عليه، فكرت اللحظه وخدت المسدس منه وضربته طلقتين في صدره. بس انت ما قلتش الكلام ده في النيابه. عشان اترعبت. انا في واحد قدامي كان ميت، وكان في واحد عند بيت مصطفى بيتقتل، وواضح ان هو من الملثمين مش افريقي. بس انت لما اتمسكت ما كانش معاك سلاح. يا سلمان انت فين؟ قلقتني. مفرقش يا سلطانه، بس انا قلقان شويه. محتار في ايه تاني؟ مش عارف يا سلطانه، بس انا حاسس ان انا مش مصدقه. هو انتوا مش كنتوا رايحين عشان تتاكدوا؟ مش عارف، في حاجه مخلاني مش مقتنع بصراحه. طب نعيم رايه ايه في اللي بيحصل؟ لا نعيم اكيد شايف ان ده اخوه يعني، فاكيد شايف ان اخوه بريء. بص انت بعهد ربنا لا تظلم ولا تيجي على حق حد، بس ده مش معناه ان احنا نتخلى عن الراجل. اعرف الاول اذا كان بريء ولا لا. انت عايز ايه يا سلطان؟ عايزك تروح معاهم وتتاكد. لو طلع بريء يبقى احنا عملنا الصح، لو حسيت فعلا ان الواد ده متورط خلاص اعمل اللي انت عايزه. ماشي يا سلطان، بس خدي بالك بقى ورده هتبهدلني، ده لو عرفت انها مش راح للدكتور قسما بالله ما ترحمني. ما تشيلش هم ورد، انا هروح معاها دلوقتي. خلاص هتوديها؟ ماشي يا سلطان، بس ليني قلبها. ها قول لك كلمتين كويسين كده من عيوني. حبيبي حاضر يا حبيبي. ماشي يا سلطان، انت كمان. يلا مع السلامة. طب رحمة ابويا اللي عمري ما حلفت بيه كده، ان انا اللي قلت له خليك في شغلك وما تطمنش غير لما عرف ان انا جايه معاكي. ايه يا ورد في ايه؟ يعني انت ما جيتيش معايا عشان تطمني انه هيكون في امل ان انا احمل؟ طب الهي ما هو على شوف ضي ولا جابر لو كانت دي نيتي. يا حبيبتي الحاجات دي ارزاق، ارزاق من عند ربنا. ولما انا يعني حاطه دماغي كلها في الخلفه كنت افكر ان انا اتبنى جابر؟ اخليه شارك بنتي فرصها؟ بس انت يا سلطانه قلتي لي قبل ما اتجوز سلمي ان امنيه حياتك تشوفي عياله. ما انا كان نفسي اطلع محاميه. موت؟ ما حدش فينا عارف ربنا كاتب له الصلاح فين. وبعدين سلام بيحبك، بيحبك، وانا فرحة قلبي لما بشوف حبه في عينيكي. استريحتي؟ انا ما قلتش ان احنا مش عايزين نعمل عملية، انا كل اللي بقوله انها ترتاح شوية. العملية الاخرانية اللي عملتها تعبت فيها قوي من كتر الادوية. حضرتك انا اللي قرر تتعب او ما تتعبش، وبعدين ده الحل الوحيد عشان يحصل حمل. وبعدين مش مصدقاني ممكن تروح للدكتور تاني. انت ليه بتقولي كده يا دكتور؟ انا كل طلباه ان احنا نعرف منك الصح ايه. والصح اللي انا قلته عمليه حقن مجهري. برضه عمليه؟ مفيش حل تاني؟ طب ما نجرب نسال يمكن ينفع بالادويه. انا هعمل العمليه. يعني ايه هتعمل العمليه؟ انت اخر مره تعبتي جدا. عشان خاطري يا سلطان ريحيني. ده كلام نهائي؟ ايوه يا دكتور. دي بعض الأدوية كلها معظمها مستورد، مش هتلاقي غير عندنا. قول البنت اللي في الريسبشن وهي هتجيبهولك وهتعرفك الجدول واعملي لي التحاليل دي كمان. ويا ترى المعمل بقى بتاع سيادتك تحت العمارة ولا مسموح لنا نروح أي معمل تاني؟ مكتوب اسم المعمل في الروشتة يا فندم. شرفتوني. يلا ورد.